مرحبا، اليوم لقيت لكم أداة رائعة جدا اسمها بابسترز. بابسترز بنروح احنا على الموقع، بعدين بنسجل بالموقع، بعدين بنضيف إحدى القنوات الاجتماعية، ممكن انستغرام أو يوتيوب أو تويتر أو فيسبوك. خلينا نحكي مثلا إنه بنضيف قناتنا على اليوتيوب، وممكن كمان نضيف قناة شخص آخر. فغير إنه بتعطينا تحاليل للقناة تبعتنا، إحنا ممكن نتعلم من تحاليل قنوات أخرى. فمثلا ممكن نجيب قناة لجاري في، وهو قناته غنية جدا، فإحنا هون بنضيفها، بنضيف رابط القناة، بعدين بنحكي له ابحث عنها بلاقيها، بعدين بنحكي له أناليز إنه حللنا هذه القناة. وممكن كمان نتحكم في المدة الزمنية، هو أعطانا لمدة شهر تقريبا، لا نحكي لا أعطينا لمدة سنتين أو أكثر. وهون شو بصير؟ رح يعطينا كمية، رح يحلل كل الفيديوهات بفترة السنتين، وممكن كمان انه نسوي اكسبورت لملف التحليل ولا التقرير. فهنا لما يصير عندنا احنا اكسل شيت فيها كل بيانات وتحليلات القناة، ممكن نعيد ترتيب البيانات في هذا الملف، ونحكي له بدنا تفرجينا الفيديوهات الأعلى مشاهدة، الأكثر نجاحا، أساس نستفيد منها ونشوف شو كان عنوان الفيديو الناجح لأشهر فيديوهات. ومن هون بنأخذ بعض العبارات اللي استخدمها، وإحنا برضو نستخدمها بالفيديوهات اللي عندنا حسب السياق تبعنا. شكرا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومة الجديدة لي.